بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مفتاح الفلاح التقوى. اتكلم النهاردة عن التقوى، مفتاح الفلاح التقوى. اللي عايز يفلح يعمل ايه؟ يتقي الله. اللي عايز الفلاح سواء في الدنيا او في الآخرة فليتقي الله. بس خد بالك، اول ما حد يقول لك اتقي الله ما تزعلش، يقول لك يا اخي اتقي الله، تزعل ليه؟ تخيل ربنا بيقول للنبي عليه السلام اتقي الله. تخيل، قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في اول سورة الاحزاب: يا ايها النبي اتقي الله. ايه ده يعني الكلام للنبي كده اتقي الله؟ عشان انت برضو تقول لما النبي بيتقال له كده يبقى انت مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ليكون التشريع نابعا من واقع الأمة، بدأ الله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل التشريعات. يا أيها النبي اتق الله، علشان انت لما يتقال لك اتق الله ما تزعلش، قول اللهم اجعلني من المتقين. التقوى مفتاح للفلاح. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلاح، اللي عايز الفلاح عليه بالتقوى. التقوى عمل القلب، التقوى عمل القلب، التقوى هي الدين كله. لما تسأل هي ايه التقوى، عرفها العلماء تعريفات كثيرة جدا، منها ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، انك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. الوقاية دي تيجي ازاي؟ تيجي بطاعة الله، بطاعة اوامر الله وباجتناب نواهيه، دي التقوى. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب التقوى الدين كله ازاي؟ نفسنا ربنا يحبنا، إن الله يحب المتقين. نفسي في معية ربنا يبقى ربنا معايا، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا. كل ده نعم. أنا بالنسبة للتقوى نفسي ربنا يجعل لي مخرج، كرب، هم، ربنا يفرج عنا جميعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نفسي ربنا يكفر لي السيئات ويعظم لي الدرجات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نفسي ربنا يسر لي كل أموري. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل دي التقوى الدين كله. نفسي في حسنات مضاعفة، فنفسي في رحمة ربنا تكون أضعاف مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، شوف اتقوا الله هنا وفي النهاية يؤتكم كفلين من رحمته، يعني ضعفين من رحمته. كل ده فين؟ في التقوى. المتقين دول أو المتقون أهل التقوى، حالهم إيه في الدنيا في الآخرة؟ اسمع: إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر. كل دي إن المتقين في مقام أمين، يعني يوم في أرض المحشر لما الناس تخرج من القبر عرايا، إيه اللي بيحصل؟ الناس بتمشي في أرض المحشر، بس خد بالك فيهم طبعا اللي بيمشي، لا مش كله بيمشي على رجله، لا ده في الدنيا كله يمشي على رجله، لكن في أرض المحشر لما الناس تخرج من القبور: يوم يخرجون من الأجداث، يعني القبور، سراعة بسرعة شديدة، وهم خارجين مش كله هيمشي على رجله، لا منهم اللي هيمشي على رجله ومنهم اللي هيمشي على وجهه. عافاني الله وإياكم. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من المشي على الوجه ومن المشي على القدم. ايه ده، امال هنمشي على ايه؟ نريد ان نركب. اللهم اجعلنا ممن يركب في ارض المحشر، اللهم امين. يبقى اول ما الناس تخرج من ارض المحشر منهم اللي بيمشي على رجله، منهم اللي بيمشي على وجهه. حتى النبي عليه السلام لما اتسأل النبي عليه السلام: يا رسول الله، في ارض المحشر الناس تمشي على الوجوه، على وجوههم، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي أمشاهم على رجلين قادر على أن يمشيهم على وجوههم. يبقى دي نوعين في أرض المحشر. النوع الثالث ناس هيدس عليهم بالأقدام، عافاني الله وإياكم، بالأقدام يدس عليهم. ليه؟ الناس مش هتشوفهم. ليه برضو؟ من صغر حجمهم. طب إيه اللي يخليهم صغيرين؟ لأن الله جل وعلا أذلهم فجعلهم لا
يروا في أرض المحشر فيطأهم الناس، فالناس تطأهم بأقدامهم، يعني تدوس عليهم بالأقدام علشان مش شايفينهم من صغر حجمهم. طب ليه ربنا خلاهم كده؟ عشان كانوا بيعملوا حاجة في الدنيا، اسمع اسمع هي ايه، اسمع، عفاني الله وإياك، أهل الكبر. نسأل الله العافية والسلامة عن المتكبرين. المتكبر يطأه الناس بأقدامهم يوم القيامة لهوانهم على الله، ربنا أذلهم فجعلهم قد كده. قد ايه بالظبط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الذر، يعني النمل. يبقى الجماعة المتكبرين دول في الآخرة لما يقوموا من القبور يمشوا في أرض المحشر للحساب يبقوا عاملين زي النمل، ربنا سبحانه وتعالى يذلهم ويجعلهم كأمثال الذر يعني النمل لهوانهم على الله، كانوا متكبرين في الدنيا. طيب تعالى، والمهم اللي احنا بنتكلم عليه، ربنا يجعلني وإياكم منهم. في ناس تطلع من القبر تلاقي عربية، سيارة، ركوبة، هو في الوقت اللي احنا فيه سيارة، لكن ساعتها الله أعلم هيبقى شكلها ايه، لا يعلمها إلا الله. ركوبة مستنياهم خارج من القبر، تلاقي نفسك خارج من القبر تلاقي ركوبة مستنياك، اركب. يركب مش يمشي مع الناس، ممكن كان في الدنيا ما كانش معاه حاجة يركبها، لكن ربنا أكرمه في الآخرة فيركب ركوبة. قال ربنا في كتابه الكريم على المتقين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن عباس في تفسيرها: أي ركبانا، ما يمشوش كده مع الناس، لا، يمشوا مع الناس، يمشوا مع الماشي، لا، أهل التقوى لا يمشون مع الماشي، يركبون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أدي أهل التقوى. الدنيا متزلزلة، ومن الدنيا إذا زلزلت الأرض زلزالها والشمس كورت والنجوم انكدرت، أين أهل التقوى؟ لا يقفون مع الناس، لا يخافون. ما الفين؟ إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين، يتنصب الصراط يعدوا عليه كل الأمم، مش أمة النبي بس صلى الله عليه وسلم، كل الأمم يعدوا على الصراط. أين المتقون؟ فين أهل التقوى؟ طبعا ربنا قال على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي في جهنم والعياذ بالله، ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا من أهل التقوى يا رب. آدي المتقين أهل التقوى في الجنة في النعيم، فاكهين بما أتاهم ربهم. أهل التقوى هم أهل الإيمان. خايف على أولادك صغار في السن؟ خايف عليهم من الفقر، خايف عليهم من الحياة، خايف عليهم من أي شيء؟ اسمع: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أدي أهل التقوى. اتق الله ربنا يستر لك أولادك، اتق الله ربنا يبارك لك في أولادك، اتق الله حتى لو سبتهم ربنا هيسترهم لك ويحفظهم لك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عايز بركة من السماء؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خايف من الأعداء؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما يضركش كيد أي عدو. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أهل التقوى فوق الناس يوم القيامة. قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوق كل الناس، أعلى من كل الناس. اللهم اجعلنا من المتقين. فإذا ما خرجنا بالتقوى في هذا الشهر الكريم فقد فزنا بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.